قمنا بهذا التمرين حتى نعرف مدى جاهزية كل القدرات الموجودة على مستوى المطار. وبهذا في هذه المناسبة قامت فرقة خاصة قادمة من جزائر العاصمة وهي خاصة بهذه الأزمات وتدخلت وكان التمرين ناجح 100%. هذه الإجراءات التي تجعلنا في أمان وتجعلنا في اطمئنان أن الجزائر هناك قوات خاصة وهناك قوات لها القدرات لتدخل في جميع الظروف.